الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله أجمعين. جيشنا سربا صفاتي جزء إيمان طاوكي وازام مفرد مؤلف مؤلف ما مؤلف ما طاوكي جيشنا سربا سيشي فرمي بالنظر إلى معناه إيه؟ إما كلي وإما جزئي. باسي كلي وجزئي إيه؟ كلي ما باسكر هذه نفر جزئي والذي يمنع نفسه تصوير صوري مفهومي أن وقوع الشركة بين كثيرين أبي أجيش هنا يواني إيه دي بداك إيه قطبان إما لأحدث رابدوعا لفناسي كلي عوين جارك علين كلي فناسي كلي ما كر كلي كاما بما مصاعك وكبير ما بفش قطبان هو الذي وهو الذي يمنع نفس تصوره لا يمنعونه لا يمنع نفس تصور مفهومه أن وعيش أي لا يمنع مفهومه لا إيه؟ من حيث هو هو إيه بل من حيث يعني إيه ما سير لفظك لكن كل لفظك إلا أبي قصدي متكلمش لبتشاوكي متكلم بتشاوكي جاي لا يأخيش ودابني من حيث إنه متصور لولا أنك أم وتعيا مقصود يعني كثير جاي بيناك دوا لا يمنع عن شيء عن وقوع الشركة بين كثيرين أنه لما بينا وقشنا سرهم جاوت من لا مقابل بارك لا مقابل أما شيء معنى لا مقابل كلية جزئي معنى جزئي كما تعنى جزئي شبه في ناسك عكس كوابه كلي بي لا كيد لا بأبت وإما والله وإما جزئيون وهو الذي يمنع نفس تصور مفهومه عن ذلك يعني أي عن وقوع الشركة بين كثيرين جاء لدى ذلك وكرر في ناس جزئي وهو جزئي الذي أو لفظية يعني أو لفظة مفردية كيمنع قد غاءك خدي بناك بني واتعكي لشي لا وروداني هاوشي لنواني شنكسي كزولا يعني ناتواني أقواتاكي بناك راو متكلم تصوري كر ناتواني أمواتا ببرين بس شنكسي كزولا تنكسك يشخ سقلتو يك وكو كزيدي بو يكا نعمل رابا شي بان رابا جزئي واضح براكم ايه كابو كوتمان من يوتي نفس تصوري مفهومي كابو تصوري كان للذهن على يعني إذا هل قال بمجردي بخدي أو كمعنى كان للذهن إنسانا ثابت بو جي كربو ببيع والسيد اللي خارج يكب كين معنى كان رنادا إما أنواع تابسا شكسي كي زرع ببري لكل كوتمان إما سيد الذهن كان للذهن رأيتا مثلا أنواع تابسا ببري وشان شكسي كي زرع بلا واقع إيشا شتيك رما لبقري يا ما سيدة إلا خارجة كناقين سيدة إلا شيء كين دليل الزينية كاقين هل بمجرد رداني واتاك الزين إنسان تصور كدنكي الله كاكا أمو شيء أتوان ناتوان ببري مسد يجد أن زيادنا وكو شيء وكو زيد وكو لفظ زيد طبعا أمو شيء كثيري لا منطقي تتجاوزيه هند منطقي وشيء كثيرين مختلفين شبوين يعني كثيرين مختلفين لا أوك شو لك هلا كل شجاري وعوالا كلا كل عن كثير على وقوع الشركة على كثيرين مختلفين قيد مختلف بوه هنا طبعا لا لا دير مختلف كي لا بدوه شو كار كوت الكثيرين حتما نبي مختلف يعني قرآن كل جهة ميجد دعنا إيش شو عطفا وكو زيد عمر وعني قربان أو بوه كا لا كوني هنا يعني قيد كم مفهومة في سناك بهن ره إيه جال شو كن نمونك وكو شيء كزيدين وعمرين زيد عمل تي على من بوقيد عالمي بوهنا ليرا شو كا زيد على عمل مثلا نبن بناو ناو نبن معناه مثلا معناه كتير يعني ليه بقولين زيد معناه كي خوي ليه بقولين كمان از زيادة بيو عمرش معناه كي خوي ليه بقولين كمثلا لا عمره معناه عوضان كنا يعني شيء كي عواهي بيه قدر ما خم كذا زوجش تيه بيه معناه كشيء بيه تزو كلي بيه وتي زيد وعند وشي زيد وشي عمل كذا كشيء بن علم بن ناو بو شخصك دي فإن مفهومه دي واتاي زيد كعلم بيه واتاي زيد كعلم بيه كيه الذات مع التشخص ذاتك لقل كيه لقل هنا كاني لقل بيلن بوزايا كاني يعني أوش تعني كهيكلو بيش مكيتي يسا كببنا علي مثلا محمد يا بتورن أكو يسا إما لتصوري إما كيه لقل أو بيش منك يبيني كان أي من برأي سيد جناب الصلاة كل ساعة حاضر هذا بشارة أو جاءة مشخصة كل تي أواع دم شاوي أواع جوي أواع ريشي أواع قاتي دريج مثلا كان يا تصور أنا لا تقول لا يتم معلومة بويا وتي مفهوم الزيت معنتيا
معنى زي ذاتكية لقد سيئة تشخصكانيا لقد تعني كوا هيكلة فوزائكية يادي بشمكية يا بوديكية واضحة؟ إيه وهو من حيث دي وهو من حيث إنه متصور لولا أن وكأم الذات الزيدو بوهمو هيكلو بيتمو أم تصوريكين يمنع عن وقوع الشركة بين كثيرين رقم على لي أجري وشيء زي ببرين تنها بس هيك الذات لا لروداني ها وبشيء كلنا والله أعم زيدان كوتيان زيد والله سي زيد رزق منا والله سي زيد رزقنا كم زيد انت لانا بتشعر معايا كلو تيسا كارين كبا من بلن آكو من آكو يلدي اگر آكو يكتر هبه أبا بيش مكتر بودي كتر ولا بشعر معايا نكبا همان بيش مهمان بودي واضح براكم آكو أبو أما مثلا في شيء أما سودي أم قصية شيء سودي أم قصية وتاني كالا كوكاو مصطلحاتي زانسي يعني مصطلحاتي كي لغوي يعني مصطلحاتي كي علمي چیه گوره؟ اوتال لواتاکیا گوران لواتاکیا یا خوب کردن که ای گوره استعمال ای گوره و شی زیر قبیل این لواتاکی نه که علم منو تو که استخدامی که معنی علمی که استخدامی نه که لواتاکی هست که کد معنی نه با شخصی لواتاکی گوره اما که آگو استخدام بکردن که خودی چیه؟ به تو کاری گوره این لواتا و نه که ایم بله معنی مطلقه معنی مطلق نیه معنی پیوسته بذكر هناني كسي متكلمه قصدي متكلم مجد جيدا واضح براكم إيه؟ بأن يحصل جاشو مثلا كمثلا كادا قال إنه فمي ذاتك لقطة شخصك ألم لا ينوانا كتصور وينام أنك درمان دي قريك كسان كسي جيزوت يا هاباش كين عليكم بأن يحصل من تعقل كل منها واحد منها أثر متجدد منهما أثر منهما مثلا منها يمشي لمعنية يعني لا أجل منها يبو أفراد كاعشة طبعا أجل منهما يبو زيد وعمل أجل طبعا باي جاء قربا هدو كي هدرسة كي شمان النية إيه كابو شون يعني بمرانجا فيك بي لشيء من تعقلي لخصنا عقلي هل يقلو دوانوا كاد زيد خيت عقلي خوتو عمر خيت عقلي خوتو عنه شيء ربي فيك بيت أثر شوين واركي تعظو نوي مثلا تو تعجالي كمثلا زيد بيني ولا أم زيدا لقال أو زيدي كذي أنا لا شيء جايبه توعني لا هاد وناك نكا شو هيكلك يتعرض بتشاوي توه ناقون جاه هاد همان هيكل بريبه هم زيدا فر هم زيدا كانه همان بودي ببرين بس هم أقوى كانه نابرة إذا رأينا زيدا ولاحظناه مع مشخصاته يحصل منه في أذهاننا الصورة الصورة الإنسانية المتصفة باللواحق يعني مثلا كان زيد ما بيني وتيبيني زيد ما قد بهمو هيكلو بيسمكي خويا وعني بكوتيو دريجي قال مشخصات يعني كسايدكي كسايدكي لبالايا بيقرا حتى خوار وبصر وامجار الشواز وغوشتون وقساكدن وهمو امانه شكا مشخص انسان او انا كتو اي بيني جا بل بملاحظات تيبيني كده تنعي شدني هب وديكانيه قال مشخصات حركه كي دي دانشتين شواز وغوشتنك شكرا ثواني هر همو امانه ما قد لذيني إيما على عقل إيما وينيك تو معرفت ويني إنسانيك كمثلا وقولين أتواري أو كمال كمال صفاتي هي كمال لواحقي هي كمال شتي اللي كاي فيه لكاوة لنجية مثلا كتية ناشدينية جوانية دريجية تورية أماني هم اللي قرأ كوبوتو واضحة براكم إيما أعاب مواني كمتصف يعني وصف دار كلاوة بكمال فيه لكاوة جاء قسكما ليلا شي وليلا قش نبي كوت بين سامع اما زيد ما بيني اي باشا لم جاء واذا راينا عقيبه هل فاش كم هي تاع عمل ما بيني فاش كم لزيد عمل ايش ما بيني هذا دواي اواخره ولا حظناه ايضا مع مشخصاته تي بيني ام زيد ما كل لقلها مو كسات يكي مثلا بيش بيش ما كي بود يكي وصفاتك عن هم امانه شي ما لدروس به أمي شيء ما أدرس سبيل مشكي إما ليستعد تحصل منه صورة أخرى غير صورة الأولى كعبو شيء درس سبيل مشكي إما بيني كتير غير بينك يا كمان كذي زيدا وقص على هذا هذا مش شواذ ولا مثلا جاء زيد كتير وأم جاء عمر كتير وأم جاء حماه وأم جاء فرج وقال الرسول فاطمة خال الناس في خال شيء أنا شرها من رزق اللي قال يا بوهدي كان تو صورتك هي بوهدي كان بينك هي واضح براكم كابو دركو بويك هكذاك الزناني يعني منطقي وتوان اللفظ كلي هي لفظ جزئي هي خو لفظ كان هذو كان هذ نغوره وش كان بلان واتاكيتي كل جزء قبولك
واتا كيد روي هلقتني واتا مثلا فدغريتو تشن فدغريتو اجازوري جيتو ناي ناوا كلي اجاديش جيتو ناي ناوا جزئي واضح عمران اموكو حقيقتك ام جاليله تسالي هلا قله انا باش ما مصا يمك لا ما مصاك تقسيم بوك دي نبي شواني لا باتاكي دي شوا هاتشي كلي بيشي جزئي خس وانيه وتيم ا مفردي كده بشي مفردي كده بدو بشو كلي جاء مفردي كده بدو بشو كلي جاء بشي بشي مؤلف يا مؤلف بودو بدا بشي نك نيجو والمؤلف ايضا اما كلي وما جزء خول بيش بس مؤلف كده دواي بشي تشي كده مره بس مفردي كده وانيا باشا بس مؤلف ومفرد باشا بو تقسيم مفرد كا تقسيم شي بناك مؤلف بناك دي على باشا بو على وينما قسم المفرد الى الكلي والجزئي دون المؤلف لان كون المؤلف كليا او جزئيا انما يكون باعتبار كون اجزائه كليا او جزئيا على باب يعني مؤلف تابعه وكو كلمه وكو جمله واتانه جمله لشي في دي لكلمه في دي دي كلمه كتب بين افكر حدا بشكل حتما جمله شي دا باش كده شو كذب أكبرين دائما مؤلف لشيء بيقدر إلا لأجزاء لجزء بيقدر وخشي كله كاو ده بقى كاو بقى هات وبويا كا أريد أعبش بوني مؤلفك كلي بيا جزئي بيا باعتباري كيا باعتباري مفردة كيتي أجا جزء كاني كلي بون أو مؤلفكش كلية أجا جزء كاني جزئي بون أو مؤلفكش جزئية شو كدائما كوكو تمان جملة لكلمة بيقدر كلام لكلمة بيقدر كابو امش بهمان شو مؤلف تابعي كي مركب تابعي مفرد قبل ابويا كاجر اما جزئي مفرد مان مفرد مان دابش كد حتما كلش مان دابش كدوا اما غامك يعني اگر دابش شي نه كدي بلي مخو مان تي ابين كان دابش بو دابش بو تو دابش كني اوا يا وا على نظامك يا من بابك يعني او نقول قصه المفرد اليهما لا ينافي قصه المؤلف اليهما تاکه یه خویم که عادی مثلا دعوش کنی مفرد بله ام دو باشه که ما با کلی جزئی و دی خود جی اولیه که مؤلفش دعوش کنی بله از کلی جزئی قید یکا با اما بی عبادت دزیا کن جواب و المؤلف و اما کلی و اما جزئیون همه معنا ها که ناز بین او نمونه که ما ببین رو واضح حبر کم یعنی که تو مثلا این انسان مثلا بنون علی انسانو جمیل او بوی که مثلا کلی کی مؤلف کی کلی به زید جمیل با مؤلف کی جزئی به واضح براكم يعني اتواني همان نمونه همان شبيت همان كيناسه بشوازي مؤلفي واضح برام ايه جا كوتي لا ينافي ها كوتي لا ينافي يعني شي يعني ام تقسيمي كمفرد ما انكد اتد ايما بلين بتقسيم كلي مفرد ولا كل جزئي بيبيوستين لو تقسيم مؤلف كين قولة كرديشت ما اتواني بغير اما علمين غلطة واضح براكم ايه ام جالن چی؟ لیلا پس نه تی بشه باشه ولی باشه تو هدیه لپی نست که نکه او تی چیه کلی پیش جز ای خد. ای باشه وای نیگو عکسی که داره تو. ویت او تی اول مفرد و اما جزئیون و اما کلیون و از جزئی او افجا و کلی خو اما افضاد ضدیه کن. و آنیا حتما جزء پیشی کله. ای باشه با کلی پیش جز خد. الله باور کن لیان الکلیه جزء للجزئی غالبا. برای غلط ذکر کرد. بر اوبه که هدیه را کلی پیش جزئی خست. تا تو زنی زوربی و زوربی کات کن. لطفا نه سکدن حتما کلی جزء کلا جزئی. بشه کلا معنا معنا جزئی کان چنان جزئیشن. ایلا پیشان با کلی ها. شکر سر ازین استی. بس زوربی کات. تو دیو غالبا. ام خیلی غالبا نیبوه نه. ام خیلی غالبا طبعا اگر بسیم با هینا عبارین با لراو نمونه كان أبقرن لنمونه كان أو إيك بيناسا أكين تعريف أكين هشي تعريف بيناسا هي إلا لفظك كليها بيوسا هاي براكم يعني وكو نمونه دست ناكي لناو مثلا دنياي عقل قرائي ودنياي بيناسا كدنو نحو وصرفو أو على بينا دست ناكي لبيناسا كلفظك كلينا عاتبه إيه وقيد غالبا نيهنا وانيا أوتيلي أنا الكلية جزء للجزئي غالبا تنها بس بو این هنایتی لی ازاد تیمان لگینه هم ده جار هی هم ده وشه هی یا هم ده پیناسه هی اگونجیت او پیناسه تنها لگ رفص بگات بی هر خوی جزئی نبی هر خوی جزئی نبی ایتا تو گرده نزای خلاه اما جزئیه هر معنی که یه شد بی او که واجب الوجود اکا دبا قاتی ام قصه وی کدیم تیبا به هم ده جار هی پیناسه مفرده که کین جزئیه که کین بلان چیه
فينا جزء فينا فكيه يشتى هالجزئيني عادي كشيك جزئيني ونعينتي على برا قيد عنا وشيء عنا بس زورينا لصدعنا وهالشي تعليم فينا صنو نوشي هالواحد جوان إيه كل إنسان بس هو شيء إنسان بينا وشيء إنسان فإنه جزء لزيد من الجزئي إنسان كمعناه كعامة نقول كليبو أجا تناسى زيد كين زيد جزئي خود جزء كله كله إنسان وعنيه أقول إنسان إنسان نوعا لجيل إنسانه مليون حمليار كس جبوته وعنيه حمليار كس بيرا إنسان الله هاي يقول حمليار أجا تناسى إنسان زيد مثلا كيف كين ولا أنا حمليار أما هندي مثلا محمد أما روف أما كاسمعي أما نازم نماش عاي أما جيا أما مثلا مستر هولد أما فلان أو أنا هم يبين تناسي كين على بين وش إنسان خير فاضي يعني أنا واضح برا فإنه جزء لزيد من الجزء لأن الإنسان هو الحيوان الناطق إنسان خويس يجينا وليكي تيجش توزن بيجري يعقوب سكر يا مثلا تيجش تو يعقوب دارا زيدان الشيء هو الحيوان الناطق مع تشخصي فينا ساكن على زيد شيء على حيوان الناطق مع تشخصي زيد شيء حيوان كي جوايا لقد شيء لقد كمال هيكله بيكله كي تعبتا ده هر همان تناسي إنسان هنا وتبو كي بزيد كجزئية كابو معنى كلية كا بوت الجزء إلى معنى زيد شو معنى زيد دوانا حيوان ناطق مع تشخص جزاك دوا يعني بشك كذا بشك بشك لوعة زيد ببي واتع كل يك قد نتواني واتع جزء كم كين دي والجزء يو كلن ليلة دا دي ليلة دا أو كبوت الجزء كله أو حيوان ناطق كجزء كليرة كله خير أصلا واضح براكم يعني ناك دا مقصد كليرة على هي شو توك هذا قلي على مثلا لدد بس بعشرة توت إنسان خود إنسان اللي تعرف إذا ده بكرنه نوع الله مكاك خودي إنسان خودي مفهومي إنسان ما كأجناء، شو كدائم مفهومي زيد ببي معنى زيد ببي معنى إنسان ناكره، واضح براكم كأجر إنسان أجر وشيء إنسان بحيوان ناطق بناسب كم دقة قوتن زيد هذا والله حيوانك ناطق مع تشخصة يعني كأبو أكو شرواية محمد شرواية مستر هوفواية لود هرواية مثلا كان نماشا هرواية ثانية فلاني فرنسي شرواية هم ممكن ناطق عن هواية أبي إيه بقول لك حيوانك ناطقي مع تشخص إيه دي كوابو والجزئيو كلن لرايش تيك مثلا جزئية أو كمركبة يعني أم جزئية لرايا كزيدة زي جزئية معنى كيف مركبة لشي لحيوان ناطق لكل معدو قيدية ناطق حيوان ناطق مع تشخص بوتا كل لها واضح براكم بوتا معنى كل مكانت ولا معنى جزئية كام دبر لكون الكلي جزء بولا لا مثلا جزئي كله شو ككلية ك كإنسان كحيوان ناطق معناه كي جزء كذا معناه أو زيد كجزئية كأبو زيد لا بتبو تجبو تكلية بالنسبة إنسان ليرة على تقدير كونه مركبا طبعا لو سوى حاضر كبرين معناه زيد مركبا لحيوان ناطق ولا تجربة شخصة هنا جاء أبو زيد أنا أخوي زيد كين جزء كذا زيد خوي بلام كاتي أتوقع بين زيد كلية زيد كله چون كله واتاكيل دوشو تيقاتوه مركبة حيوان ناطق لقل تشخص نعم تشخص جابا شكل سيدا بسرقة ما مصا اكو چه فهيسا كايما با همو خو عزيز دانا بلا يولا كلي همو كلي جزء كلا جزئي وكاو جزء ايش كلية حال بلا كاكا تسوق سي اصلا كبرو هاج او جزء كلي او ايو جزئي او تاني ايتو بو خو توشي اعام كيشي اكدوا خو خص اما عم حيواني ولا لا جزء ايش كله فانيا يا مثلا ولا لبرو چونك دائما اما اكبرين هنا كلي بيجي جزئيه كاكا هر بابلن ن جزئيش بيجي كلي خيش يكا فانيا شو مشكله يك معناتها بو با انت كاكا ولا بسول في شوت مان قسمتي مفرد بلاي ام دوانا منافي دجي قسمتي مؤلفني مؤلفيش ني ولا دوانا بعد ذلك أولاً كاكا خيش يكا أما تعبيري كي مصنيف فقدم الكلي على الجزئي كاكا يجوز تقديم الجزئي على الكلي لا منافاة بينهما على باب جانا ولأن الكلية مادة الحدود والبراهين المطالي بخلاف الجزئي ناكر ديرا همان قصر كيم بلين والله مانع يعني لتقديم جزئي بس كل شع بوم شو كلاوي دائما هاتشي كلياتي تيكاتي شين كرستي بناسا كدن كرستي دليل كرستي مطالب النتائج مطالب يعني نتائج
لهمو دنيا زناني منطقية ودنيا نحوية لدنيا صرفية كان لدنيا مثلا زناني فقهي شعر أصولي شعر هاتشي في ناسك أكان ما دو كراسي فيك في ناسك كذا نشي فيك هذول كلي فيك عتوه شو يا فصلة يا جنسة يا فصلة يا نوعة يعني خاصة بعد اخوان وانا قربان كابو كلي مع الدو في قاعدة كيا حدوده في ناس كان حدود يعني في تعريف قدوم في ناس كان يعني جمع حد وحد في بلا يعني تعريف شو يا جنسي قريب وجنسي بعيد ودعاء ان شاء الله يجيني من اخواني كيك لو عالم ام جال انا براهين او انا كدليل براهين يعني جمع برهان يعني دليل او ذلك دليلي منطقي كدروس كان كيك لو انا قياسي منطقي قياسي شرطي مالي وقياسي مثلا حملي مالي كاد قال مثلا العالم حادث وكل حادث له محدث كاو فالعالم حادث اما قياسك منطقيك منطقي ام دليل منطقي ابي هل لك اللي فيك بيه شو تو اي دعايه بمنا كيف طبعا همو نتيجه كي قياس يعني همو نتيجه كي دليل لا فيش دليل لك على منطقي في المطالب اقصى حالي راكم يعني هل الدعايه كسر كبيكا في جبا جبا بيناتو ناي مطلبة ناي مطالبة مطالب جمع مطلبة عند دعوة كراو اشتيك من هي مطلبة دعوة كراو كسر كي الله ولا عن دنيا دروس كراو هم مطلبة أما نيس باتي كين كلا دروس كراو باشا أبي شيب كا أبي برهان بيناتو برهان كش هي قياس كا الله شيء لأن العالم حادث وكل حادث له محدث كابو فالعالم له محدث إذ كابو دواي كوتما فالعالم دو قياسك هو بنتائج هو بنتيجه وكعتا هو يكون الشهادة في اليقين واضح ابرام دي كابو على اجسرنج بين لمنطقه هالشي كلياتيا كراتيجين فناسك ادنا كانن بلغا كانن وهلو نتائج بلغا داوا كراوا كانن لكلي في اجن بخلاف الجزئي بلا جزئي وانيه جزئي نابت مثلا اماني اللي فينا فناس بجزئي ناكله لا يوجد بيتها قيدك بذات وين بلقى في ناس في ناس برهان بجزئي ناكري تلقى برهان بشتي عام بشتي جزئي ناكري مطالب شتي عامة جزئي نية ويكا كاتا كتا اكتدو العالم حادثة باتي همو جيهانك اسي فردناك اعطي كيش براكم جالو بي كيش ربي منطقي آيات واني قياس جزئي معنى بي قياس جزئي كرابي بلين اربكو بلتو بلا ولا زيدون جميلون او كده هو مراكب دي سامو ألفه كاو هر جزئين ابو بلا مليز علي زيد شيا علي زيد يا ابي بلا جوانا يا له كنت بالايا يا له مثلا في اي كدامه وفقيرة هجارة ابي الا بك انا مركب جايب المفردي هذا الجزئي هذا نهايه المطلب زيد جميلة ام جابوا مركب ام جابوا لان زيد نجي لان زيدان مثلا بنونا انسان كاوي بو وكلي وكل انسان خلق في أحسن التقويم وأبي أو في قياس دروس كما شاء الله أما الآية المنطقية دروس قياس أوكين على حق بين أشار بي زي كتب في بجملة كي مركبين وتنا نحكي بجملة قد نعم بزيد بلان جميلة زيد بلان جيركا إلا بتوقيت قلت لك الله بيني بويك علن كابو جزئيات نابنا كرسي نحدود نكرسي براهين نكرسي مطالب أم جعل جين وصل إصلاح كتير منطقي أم جزء كلي كتابة ما كتب أول زعيم حقيقة كلية لا من عرف التصور عن وقوع شيء جايبنا كثيرين زعيم جزء حقيقي وهو الذي يمنع وأنا براكم برام أم جزء كليتان شيء أقوار نسبة أقوار جاري واحد جال اعلم أن الجزئية يطلق بالاشتراك على المعنى المذكور ويسمى جزئيا حقيقيا على توبزانا وشي جزئي لزي جزئي أبرت لبراكم بها وبشي بس الأول معنى كوتمان كوقوع شركة دي بين التسيدين ممنوع إيش يا تيجي شو لكم وقوع شركة كوكو زيد هو مثلا أو تعالى زي زيدك كمشترك لبين أم معناها لبين معناها تريشة ويأتي بالاشتراك يعني أم معناها أبخشي ومعناها تريشي هي صحيح حالي لكن يسأل ما أنا اشتراكي تانية كجزء حقيقي به كزيد أو كبو خدي معنا كي مانع على وقوع شيك بين كثيرين أما زيد جزء حقيقي واضح حبيبي كلام جزء حقيقي جاله وشيء جزئي أبره باشتراك بها وبشي لقل أم معنا هذا بس المعنى يترك الدوائية ديت وعلى كل أخص كان دوائية وعلى كل أخص وعلى كل أخص تحت أعمى
أو كفاية بالاشتراك، يعني بالاشتراك على المعنى المذكور وعلى كل أخص تحت عامة. جاره وشي لفظي جزي أبره بها وبشي بس أو معنى كباس من كر كبيرا جزي حقيقي، جزي حقيقي أو هو كنسي تصوري معنى كي مانعة عن وقوعش الكذب بين كثيرين كل لفظي زيد كوت معنى هناك وهو براكم، لأن جزئيته بالنظر إلى حقيقته المانعة عن الشركة وبإزائه الكلي الحقيقي. بو چونك جزئية زيد جزئي بوني عن جزئية بشوية بتيراني كدنا بو معنى كي حقيقة يعني معنى كي كأن معنى مانعة ريقر لشي لها بشي كدن نايا عليك سجيت الشيبكا تياها هذا به دي برام حالي بدقسي حالي موصيك الزي دي عنا شي لأن جزئيته أفرمي لي أن جزئيته بالنظر بشيتي بالنظر بتيروان إلى حقيقته وحقيقة راستي وكنها كيخوي المانعة يعني الرجل من الشركة لأن جزئيته بالنظر إلى حقيقته المانعة عن الشركة وبإزائه الكلية سوك جزئي فجزئي بوني أم جزئية بثيرواني بأولا وحقيقته يعني أو معناه بو كرجل بو لها وشي حقيقة يعني معنى أو معناه كرجل بو لها وشي كشي بو كوتمان زوك وشي زي كبر بس كثيكا لمقابل جزئي حقيقي شي معنى كلي حقيقي معنى كلي حقيقي كاو كاميا وهو الذي لا يمنع بي يعني بالنظر إلى معناه لا يمنع نص التصور عن وقوع في كذبين كثيرين كلية كي واضح أبرام كابو كلية حقيقي شمان هي وجزء حقيقي أمانا بلام وعلى دي وعلى شيء ده فرمي هر أنيت لا يمنع فرمي ويطلق على كل أخص تحت أعم وعلى كل أخص تحت أعم يعني ويطلق ثاني لا يتوصل نقيق ويطلق دوبات وعصر وصل شيء وصل على المعنى عطسا يعني يطلق بالاشتراك على كل على كل أخص تحت عامة أولي تقصك واجب بلاك هو دوباره كنه يطلقوا يعني في زمان شو كوي عاطي في لقلا ها ناس يعني دوباره زين زين دي في نسخة طبعا كذي قيد شكا يعني ما شاء الله ليش شاء الله إيش يعني تاني دي بلاك إيه وعلى كل أخص تحت أعمى وهروع وشيء جزئي أبغى بس أشياء بس هم مشتيكا كتايبته دي بلاكم لجير شيء لش أعمى كاي يعني قشتيه لسري وهيو خوش شيء تايبته للو يعني هموشتي كي تايبتر كلاجت جسيتري كاي هموشتي كي تايبتر كلاجت جسيتري كاي وكوسا ونمونيت بوكو انسان انسان وشي انسان بينا كل انسان وايا ديبراكم بالنسبه للحيواني اما اجناس كان ما وصاكو هي اجناس بالنسبه لك بما انه بالنسبه للانسان تريكن الين انا انسان من هي بصير انسان وحيوان من هي تصير حيوان والجسم مينامي معناه تصير جسم ناعم جسم مطلق معناه تصير شو جوهر معناه أنا أجناس فينج دعنا بين سوين إنسان أو فينج إنسان حيوان جسم ناعم جسم مطلق لغل جوهر حالي بلاكم جوهر مادك كإنسان يدرس بوا كإما في القرآن هنا التراب إما لقال إن التراب يدرس بوا أصلا كده أول طبعا بين إسلام ولا بين غير إسلام هذا سلمة خلاف جذور هي كما القرآن نعينا الكلام من ترابي واضح بلاكم مرة سكانة كذا قال إنسان أم إنسانة بالنسبة خوار خويانة كلية شو كنا جيرة حمل يا كذا جريتي طبعا كأنت كذا سير حيوان كين حيوان بعض نجس رامان ترى جزء الحيوان كأو إنسان بشر كذا كي لحيوان لكأو أما شيء هو أما أخف صيبه تحت عم يعني تايبت لك كالجلسي هيا قستيت لك هيا كابو أم حيو أم إنسانة بالنسبة حيوانة جزئية بلان بالنسبة زيد وعمروانة كلية أنجا كينا سر حيوان سنجي حيوان با حيوان بعض نقيتيا حيوان إنسانة بقرة غنمة فرسة حيية فأرية مثلا ونمنا ميشولية ميرولية بروتيا خرم خرموشة خرموشة الحشي الدعبة الدنيا هيا كهشتا كهشتا هزار جو تا إذا كان قلن دو زراغة طول الدنيا هيا همو أيوانا أسنا جير شيء وجير حيوانا حالي بلاكم كابو أم حيوانا زور زور ترعوانا بعضنا كي ثانية أما كابو لذا إنسان جزء بولا ما هل وشي حيوان بنسبة جسمي نامي هو
سوكبو جسمي نامي حيوان جسم بشكل او اي نبات ايش معنى جسمي نامي شجرات جسمي نامين او 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 هنا كان قال مش اخوال كان جسمي نامين بروت يا اما دنيا زين دوله ترى كحيوان جنين والله جسمي نامشن قشعك كاو ام حيوان بالنسبه لجسمي نامي وجزئك جزء اضافي في هذا بلان بالنسبه بخوار زيد بخوار حيوان كليه جسمي ناميش بس كلا جسمي مطلق هذا جسم بديش بركة برد داء تراب هم جسما وعني كاو عن جسمي ناميش جزء كلام أمي جزء كلا شيء لا جوهر كعلى الجوهر أصل مادة أصل أن كرستي الدنيا يدرس بوها أو يزور ترى مثلا يعني كرا يزور كرستي واضح حبرك كاو أما جسميش بس كلا شيء لا جوهر بويا كا أما كاو أجناس تينشتن بالنسبة للإنسان هو واضح حبرك أما أما قريبة أما توزر بعيدة أما أبعد أما أبعد ترى واضح حبرك أكابو كذاك على نام أنا جنسي قريب وجنسي بعيد أما ترتيبة واضح حبرام جاك هذا قال سيد الله سرنج بع على كابو وشيء جزئي أبرر بسر همو تايب ترك كل جر عم ترك عبي وكل شيء كل إنساني بالنسبة للحيواني بالنسبة مع جزئي يعني إضافي يعني فعلا شيء جزئي كي إضافي يعني شيء يعني بالنسبة سيد كدني سراوي خوي جزئية بالنسبة خواري خوينا فعلا نسبي كابو أما لأن جزئيته بالإضافة إلى شيء آخر وانيا كاو شو كفا جزئي بني بالنسبة شيء ويا بإضافة كنو سيكني ولا شيء كتير كحيوانك يا وبإزائه الكلي الإضافي برامري شاسي من هي كل إضافة شون جزئي إضافي من هي كلي كتيش من هي إضافي من هي ده براكم